اليوم محاضرتنا عن الروت كانال فيلينج ماتيريال. تعرفون الفيلينج ماتيريال مال الروت كانال مكونه من 2 بارتس. ايش عندنا 2 بارتس منو؟ لا لا الفيلينج ماتيريال مال الروت كانال 2 بارتس او جزئين نستخدم بيه شنو يعني تي تخلي اوبتريشن تسوي اوبتريشن تستخدم سيلر والفيلينج ماتيريال. فاذا عندنا 2 بارتس بالفيلينج ماتيريال الروت كانال فيلينج ماتيريال عندنا 2 بارتس، عندنا السيلر وعندنا اهميه السيلر مثل اهميه الجيتا بيركا بالضبط. واحد يكمل الثاني، الجيتا بيركا ما تقدر تعتمد عليها وحدها والسيلر ما تقدر تعتمد عليها وحدها. طبعا اكو يعني مواد جديده طلعت مثل البايو سيراميك سيلر. البايو سيراميك سيلر يمتلك خاصيات جدا ممتازه فتقدر تستخدمها كفيلينج في بعض الحالات، بس بصوره عامه اذا تستخدم جيتا بيركا، جيتا بيركا وحدها اتس نوت انف. يو شود يوز السيلر. نعرف صفات السيلر شنو؟ السيلر they are paste like material that is essential to seal the space between the deltana wall and the gutta percha. بما ان الجيتا بيركا يعني فيها درجه نوعان في حرق بالحراره، ممكن انه تنوع في مكانات معينه بس ما تقدر توصل الى tiny spaces ما بين ال deltana wall of the canal and the filling material. فلذلك نستخدم السيلر. السيلر اللي هو flowability عنده خاصيه flowability، فهو شغلته انه essential to seal the space between the deltana wall and the gutta percha. Functions of root canal sealer: cementing the core material to the canal wall. اول شيء يسوي لك cementation لل core material اللي هي الجيتا بيركا او اي نوع ثاني. عندنا ريزيلون ممكن انه يسوي لك cementation of core material to the canal wall. ثانيا filling and marking irregularities that cannot be filled by gutta percha. اكو irregularity بالكنال سيستم، يعني مثلا lateral canals او trabeculations. الكنال مو straight forward، لا اكو بيها trabeculation. مثلا عندك 2 canals بالبريمولر اكو بيها connections ما بيناتهم، ما بين كنال وكنال، ما بين البطل واللينجوم. فوظيفة السيلر انه filling these irregularities that cannot be filled by gutta percha. Gutta percha الفلوبلتي مالتها محدودة، إذا حتى إذا موعدها ممكن إنه توصل إلى مكان معين، بس باقي المكانات should be filled by sealer. والوظيفة الأخرى act as a lubricant to ease the placement of master cone. الماستر كون حتى ممكن إنه توصل للإكستنت اللي أنت تحتاجه full work length، فيشتغل السيلر ك lubricant material for this work. Act as a bactericidal agent، يقتل لك البكتيريا اللي موجوده واللي موجوده بالمكانات اللي ما توصلها. طبعا الجيتا بيركا انرت ما بيها اي انتي بكتيريسايدال افكت، فلذلك هذا الافكت نعتمد به على السيلر، التايب اوف السيلر. البروبرتيز اوف ايديال سيلر، شنو هي المواصفات اللي نقول انه هذا السيلر ايديال او نوت؟ اولا اكزيبت تاكينس، ثانيا هرماتيك سيل. هرماتيك سيل بمعنى انه يمنع مرور الهواء والماء، هرماتيك سيل. راديو اوبيك حتى يبين عندنا بالاكس راي. فيري فاين باودر حتى اثناء الميكسينج نحصل هوموجينس تكستشر. ترى شلون صار راديو اوبيك؟ راديو اوبيك يخلونه مواد تكون تعطي صفه الراديو اوبيك. وعنده اهم صفه نو شرينكج اون سيتنج، لانه اذا صار في شرينكج راح يصير سبيس، واحنا ما نريد اي سبيس بالكنال فلنج بالكنال فلنج سيستم. فاكو سيلرز القديمه يصير فيها شرينكج، قلت لكم البايو سيراميك سيلر الجديد ما يصير فيه شرينكج، فتقدر تستخدمه واحده. نو ستينينج، ما يسوي لك ستينينج بالتوث لانه هاي من تاثر على الاسيتيك، ويكون بكتيريوستاتيك يوقف نمو البكتيريا. Exhibit a slow setting حتى يعطيك المجال او التايم اللي حتى تشتغل وتسوي الاوبشريشن، لان اذا كان fast setting ما راح تلحق عليه، فهو يختلف عن البيز لاين ماتيريال اللي تستخدموها بالفلنج. Insoluble in tissue fluids
لازم بما انه الكنال سيستم دائما اكو فلويس تجي من البريفيكال اريا، فلازم يكون السيلر انسلبل ان ذيس فلويس، لازم يتحمل وما يصير فيه سولبلتي، ويكون تشو تولرنت يعني تتقبل التشو البريفيكال تشو بما انه هو ليكويد او بيست لايك، فمن راح تدفع الجتافيركا راح يطلع جزء من السيلر للبريفيكال اريا، فلازم هذا السيلر يكون متقبل او نت سايتوتوكسيك تو ذا تشو. اوكي، ويكون سولبل ان كومن سولفنت بمعنى انه اذا ريت تسوي ريتريتمنت يعني مثلا صار فيلر عندك هنا بريابيكال اريا ورا التريتمنت فتريد تعيد التريتمنت فلازم يكون سولبل، السيلر يكون سولبل ان كومن سولفنت اللي هي عندنا اليوكاليبتو والكلوروفورم بني نموع بهن الجتافيركا والسيلر حتى نقدر نشيل. اوكي، فشو المقصود بالنقطه الاولى؟ نعم، نقطة الأولى شو المقصود بها؟ الإكزيبت تاكينس إنه تشوف أنت من تسحبه بالكوتون باليت أو بالأن إنسترومنت أكو فد كونكشن يعني لزق أي لزق عافية تاكينس هذا المعلومات حتى يكون سيلر. عندنا أنواع سيلر المتعارف عليه اللي تستخدمه زينك أوكسايد إيجينول سيلر، ها مو زينك أوكسايد إيجينول تي إف أي، نفس المادة بس متلاعبين بالبروبرتيز مالتها. فهاي مواصفات الزينك أوكسايد إيجينول اللي هو موست بوبولار، إكزيبت أسلو سيتينج تايم، واحدة من البوزيتيفز، شرينكج أون سيتينج يصير في شرينكج، فلذلك الزينك أوكسايد إيجينول ما تقدر تستخدمه وذ سينجل كون جتافيركا، يعني تجيب جتافيركا واحدة وسيلر بالكنال وتخلي الجتافيركا على اساس انه السيلر راح يملي لك السبيس والجتافيركا بس مجرد انه تدفع السيلر ويصير لك موست اوف ذا سبيس وتعتمد على السيلر، لا هذا السيلر راح يصير به شرينكج. تمام، هسه البايوسيراميك سيلر الجديد نستخدم سنجل كون، نقدر نستخدم سنجل كون زين لانه هو ما يصير به شرينكج وما يصير به تشينج بالدايمنشن، فلذلك تقدر تستخدمه كسنجل كون وياه، يسموها الهيدروليك كوندنسيشن تكنيك جديده. ماشي، فهذا الزينك اوكسيد ايجينول شرينكج يصير بي سولبل، سولبلتي سبيشالي وين اكسترودد اوتسايد ذا روت كانال يصير بي سولبلتي، ستين تو ستراكشر ات هاز انتي مايكروبيال اكتيفيتي بوزيتيف بوينت و they are cytotoxic and provoke an inflammatory response in periapical area، يعني إذا طلعت مو بس soluble وإنما تسوي لك cytotoxic effect. أنواع type of zinc oxide إيجينول طبعا عندنا أربع أنواع خلال فترة ال development مالته، عندنا ريكت سيلر اللي هو هذا الفورمولا contain silver particle for radio opacity، سألتني على radio opacity ليش radio opaque لأن بي silver particle. It stain to structure if not completely removed. This sealer is popular when using thermoplastic technique of obturation. يعني بمعنى إذا استخدمنا التقنية اللي راح نأخذها بالمحاضرة الجاية الحرارة thermoplastic تمويع الجتافيركا فهذا الركت سيلر يكون مناسب لهاي التكنيك. البروكوسيل هو modification. It is a modification of ركت formula with no silver particles. Ruth sealer. This is a modification of ricket sealer, non-staining. Okay. The tubeless seal, اللي هو هذا آخر شيء, is a paste that. هذا powder and liquid. هذا paste, catalyst and base. إن يعني إذا تشوفه, it is a catalyst-based zinc oxide eugenol sealer. It has a faster setting time, تقريبا 20 دقيقة on the slab and 5 minutes in the oral cavity. فلذلك لازم تكون شوية سريع بالtubeless seal when compared with the liquid powder sealer اللي هنا من. اوكي، فعندنا ريكتس البروكوسيل والروث والتوبليسيل، هذين انواع الزنك اوكسيد ايجينول. عندنا انواع اخرى من الزنك اوكسيد ايجينول سيلر اللي هي الميديكيتد سيلر اللي يحطون وياها هيدروكورتيزون على امل انه تقلل الانفلاماتوري ريسبونس ورا الاوبتشريشن، طبعا الاوبتشريشن دائما الانسترومنتيشن روت كانال بصوره عامه دائما مصاحبه لها بين، يعني دائما البيشنت يحس بين خصوصا ورا الاوبتشريشن زين لانه اكو انفلاماتوري ريسبونس يصير بالبريتيكال اريا سواء للاريجيشن اللي استخدمته الاريجيشن ماتيريال سواء للسيلر نفسه، فلذلك يحاولون يخلون وياها هيدروكورتيزون. زين عندنا الاندوميثازون وعندنا الان 2 الاندوميثازون وعندنا الاندوسيل،
يخلون بيها مواد. بس المشكله انه هاي اكو ديجري مال توكسيسيتي بيها، لان تحرر بارافورمالديهايد، فلذلك ممكن انه تسوي لك sometimes in the give pain or discomfort after 6 to 8 weeks of insertion. اكو degree of irritation with overfilling، فلذلك لازم استعمال مالتها يكون محدد في حالات معينه. عندنا الكالسيوم هيدروكسيد سيلر موجود هسه بالاسواق، وكل نوعيه جدا ممتازه. They were developed for their antimicrobial activity and osteogenic cementogenic potential. تعرفون الكالسيوم هيدروكسيد وين نستخدمه؟ كالسيوم هيدروكسيد دايكم، الدايكم كالسيوم هيدروكسيد، بس ديش الفورمولا مال دايكم فاست سيتنج بس تتصلب. هنا عندنا سلو سيتنج كالسيوم هيدروكسيد. زين الكالسيوم هيدروكسيد نستخدمه ايضا. الدايكم وين نستخدمه؟ يا بالاوبراتيف وين نستخدم الدايكم؟ الديب شويه الديب، وبعد exposure direct ليش direct hop capping ليش نستخدمه؟ سوي secondary dentin. فذلك هو osteogenic and cementogenic potential، بمعنى يحفز على formation of hard tissue. تمام. فانت اذا عندك مثلا periapical area صار بها periapical lesion، فممكن انه هذا يساعد بالcementogenic potential انه يسوي لك bone formation او healing process. وايضا انه antibacterial. These actions were very limited، بمعنى انه قصده osteogenic cementogenetic. Example عندنا على هذا السيلر سيلابيكس، تمام، كاتاليس ان بيس سيستم، وعندنا الابيكسيت والابيكسيت بلس، هذني موجودات هسه بالاسواق كلش ممتازه. Then they have long working time and they are biocompatible، بمعنى انه الجسم يتقبلها بسهوله، ما عنده فد مشكله بيها. And they can initiate calcific tissue formation in contact with the adjacent tissue. They create a high pH. الهاي بي اتش هي سبب الانتي بكتيريال مالتها، فلذلك الكالسيوم هيدروكسيد مفضل. بس هم بصفات انه سولبل، الكالسيوم هيدروكسيد سولبل ان تيشو فلويد، ايضا مو ممكن يسبب لك تشينج او دايمنشنال تشينج ان ذا فالينج ماتيريال. عندنا الايجينول سيلر، هي زنك اوكسايد بس شالوا من عندها الايجينول. They are root canal sealer without irritating effect of eugenol. It is an eugenol-free zinc oxide root canal sealer that offer ample working time. بمعنى أنه عندك working time كافي for multi-rooted teeth. Yet set quickly in the mouth تقريبا 7 دقائق. فهذا شالوا من عند الايجينول حتى يقللون الirritation. وقلنا إحنا زنك أوكسيد eugenol irritating وcytotoxic. فشالوا من عند الايجينول حتى يقللون الirritation effect. عندنا الجلاس اينمر، تعرفون الجلاس اينمر وين نستخدمه؟ الجلاس اينمر فلينج العادي او لايننج ماتيريال او بيس ماتيريال. هنا سووا على شكل سيلر. الادفانتج مال الجلاس اينمر من يقدر يقول لي اياها؟ بنستخدمه على الدنتين ويا الدنتين هاي واحد هاي بالنسبه للهاي، بس هو عنده فد صفه انه كيميكالي لا مو بس كيميكال كيميكال ادهيجن وذا دنتين، كيميكال ادهيجن وذا دنتين. They are developed for root canal obturation because of dentin bonding properties. عندها الجلاس اينمر dentin bonding properties. تمام. Example from this group is Keytac Endo اللي تشوفوا بالصورة. The properties of this group at the two advantage and two disadvantage. Adhesion between the material and the canal wall. قلنا هاي واحد. ثانيا it is difficult to properly treat the dentinal wall in the apical third. انت لازم تعالج الدنتانال وول، يعني مثلا بالستريك اسيد 10% حتى تقدر تسوي فت بورز معينه تقدر تدخل بيها الجلاس اينمر ويصير كيميكال انتراكشن. بالابيكال ثيرد اتس ديفيكولت تو ريتش ذيس اريا وذ كونديشنر، يسموه الكونديشنر او الستريك اسيد نستخدمه قبل الجلاس اينمر، فصعب انه توصل الابيكال ثيرد وتسوي ابلكيشن اوف ذيس كونديشنر. فلذلك الادهيجن ممكن يكون اقل بالابيكال ثيرد. It has minimal antimicrobial activity، ما نقدر نعتبره انه good antimicrobial agent and cannot be removed in retreatment because no solvent. تذكرون نقطة السولفنت should be soluble، الايديال سيلر should be soluble in common solvents. الجلاس انوار صعب انه اكو سولفنت له، فلذلك it can be removed in the retreatment cases. شلون اذا طرينا نشيله؟
لازم نعتمد على البيرز فقط او الفايلز فقط. وطبعا هذا اصعب واحتمال يكسر عندك الفايل تصير كومبليكيشن اكثر. عندنا ريزن سيلر اللي هو الريزن العادي، عندنا ريزن سيمنت، عندنا ريزن سيلر، عندنا ريزن فالينز. فالريزن استخدموا ريزن حتى يكونون او يصنعون سيلرز. They are divided into two types وموجودة طبعاً بالأسواق هسه. عندنا الإيبوكسي and methacrylate resin sealer نوعيتين. تسوينا provide adhesion by forming resin tag in the dentinal tubules. Do not contain EGO. The types اللي موجودة عندنا AH26 it is a slow setting epoxy resin. Epoxy إذا نوعيته epoxy مو methacrylate. That release formaldehyde when setting. حتى يتخلصون من هاي فقرة الفورمالديهايد اللي هو توكسيك اخترعوا الـ AH+. It is a modified formulation of AH26 in which formaldehyde is not released. عندنا الاندو ريز. It is a methacrylate مو epoxy. لأن الاثنين epoxy وهذا methacrylate resin with hydrophilic properties بمعنى أنه ممكن أن يستقبل في مكانات moisture. تمام؟ moisture canal used with indoor resin coated gutta percha. أكو gutta percha خاصة يسووها coated with resin فيسموها indoor gutta percha. indoor gutta percha فبما أنه هي coated with resin فلتستخدم الرزن سيلر وياها راح يصير adhesion ما بين الرزن سيلر وما بين الجتا percha. والرزن سيلر already adhered يعني ملتصق بالdentinal walls لأنه رزن فراح يصير complete adhesion ما بين الجتا بيركي والسيلر والوول الدنتانال وول فيسموه بلوك obturation بلوك. فقلنا هاي الاندوريز resin coated جتا بيركي كون or with normal جتا بيركي ممكن تستخدمه. الدياكات it is a polyvinyl resin sealer يختلف عن ذني. وعندنا الإبيفاني and real sealer they are methacrylate resin sealer introduced for use with resilon filling material. resilon filling material هي مواد تختلف عن الجتا بيركا يعني كونات يسموها resilon فنستخدم وياها الإبيفاني والreal sealer. resilon هي عبارة عن polyvinyl. الMTA Philapix هذا موجود هسه بالأسواق وده نستخدمه أكثر شيء. It is a mineral trioxide aggregate تمام based salicylate resin root canal sealer. إذن هو resin root canal sealer بالأصل بس ضايفي له mineral trioxide aggregate بنسبة معينة حتى يحصلون qualities معينة أو properties معينة اللي هي antimicrobial less cytotoxic and osteogenic properties. It is designed to provide a high flow rate and a low film thickness for easy preparation of lateral and accessory canal. فحتى يقدر يدخل بالaccessory canals واللateral canals فتلاعبوا بالfilm thickness والflow rate بحيث تكون مناسبة انه يقدر يدخل بسهولة with ease. It contains 13% MTA and salicylate resin for their antimicrobial and biocompatibility properties اللي هي تابعة للMTA. The working time is 23 minutes, اللي هو كلش كافي. With a complete set time is approximately 2 hours. MTA Philapix is a two-paste system and is provided in a 4-gram auto mix syringe and 30-gram tube. فالMTA Philapix good choice. موجود هنا صح هو شوية السعر مالته بس اوكي. يعني في حالات معينة بها infection بها periapical lesion تقدر تستخدمها. retreatment cases تقدر تستخدمها. السيليكون سيلر أيضا نوعية أخرى. عندنا ريكوسيل اللي هو polyvinyl سيلوكسين. هاي الخاصية مالته expand slightly on setting. وعندنا الجتا فلو أيضا مشهورة. It is a cold flowable matrix consists of gutta percha added to ricosil. هو ricosil ضافوا له gutta percha فسموها gutta flow. فذلك نستخدم cold technique هنا بالobturation. تمام؟ لأن already we have gutta percha فنستخدم cold technique. البايو سيراميك سيلر اللي هو أفضل الأنواع وغالي جدا يعني ال 2 جرام تقريبا سعرها $100 أو أكثر. It is composed of zirconium oxide, calcium silicate, and calcium phosphate monophasic.
calcium hydroxide and various filling and thickening agent. Indo sequence PC sealer. عندنا النوعية اللي هي مال هاي الشركة شركة برايزلر. Properties it is a hydrophilic sealer. بمعنى إنه تقدر تشتغل في مكان moisture. اللي هو most of the canal is moisture. It atomize moisture within the canal to complete the setting reaction. We might know a mix of powder and liquid. طبعا هو يجي على شكل بيت. بس الباودر مالته اللي هو مكون من ذن الماتيريالز والليكويد اللي هو ديستال ووتر. فلذلك اي مكان يحتاج بالسيتنج ريأكشن مالته مويستشر. فيقدر يستغل المويستشر عند الكنال to complete the setting reaction. It does not shrink on setting. It is biocompatible. And it exhibit antimicrobial properties during the setting reaction. فكل الصفات الجيدة موجودة بالبيوسيراميك سيلر. هسه نيجي على الأوبتوريشن ماتيريالز اللي موجودة. تقسم إلى نوعيتين. السيمي ريجيد ماتيريال اللي هو قريبة القوة أو السيمي ريجيد. وعندنا السوليد ماتيريال. عندنا الجتا بيرشا وعندنا ريزينو. وبالنسبة للسوليد ماتيريال السيلفر كون والفيتانيوم كون. تمام؟ السيلفر كون اللي هي كونات الفضة والفيتانيوم كونز أيضا. فنجي على الجتا بيرشا. الجتا بيرشا is the most common used root canal filling material. It is a linear crystalline polymer that melt at a set temperature with a random but distinct change in structure resulting. It occurs naturally as one for polyisoprene and it is harder, more brittle and less elastic than natural rubber. الرابر العادي المطاط فهي عندها صفات انه تكون harder اكثر صلابة من المطاط وتكون قابلة للكسر اكثر من المطاط و less elastic than the rubber. فهي يطلعوها من tree معينة اسمها Malaysian trees او genera Pyena and Palakium. فهي تقريبا نوع من انواع المطاط بس شوية يختلف عن المطاط. مثل ما قلنا it's harder, more brittle and less elastic than natural rubber. عندها faces مالتها. The crystalline face has two forms. The alpha face and the beta face. The alpha form is the material that comes from the natural tree product. It is brittle at room temperature. The processed or beta form is used in gutta percha for root canal filling. It is stable and flexible at room temperature. فلذلك ال transition ما بين الالفا form والبيتا form هو يصير عن طريق الحرارة. من توصل gutta percha إلى حرارة معينة راح تتحول من الالفا إلى البيتا. فمن صفات الالفا إنه يكون brittle at room temperature. بينما ال gutta percha اللي طلعوها من الباكيت هي تكون بالبيتا form. اللي نقدر نستخدمها في عملية الأوبتوريشن اللي تكون flexible at room temperature. When heated من نحمل جتا بيركا يصير عندها phase transition from beta phase to alpha phase بدرجة حرارة 46 درجة مئوية. ماشي؟ إذا في حالة عندنا normal cooling retain the جتا بيركا to beta phase. إذا كان الكولينج مالتها تدريجي ترجع أو العفو إذا كان سريع فترجع رأساً للبيتا فيز. When cooled very slowly get the percha crystallized to the alpha phase. فيصير بها crystallization تتحول إلى الالفا فيز. الجتا بيركا كون soften at a temperature about 64 centigrade. يعني تصير سائل بشكل سائل. فلذلك هاي نستخدمها وين؟ بالثرموبلاستيك تكنيكس اللي راح تشوفهم إياها المحاضرة الجاية. وايضا dissolve in chloroform والهالوفين والزايلين solvent اللي هن ذن السولفنت اللي نستخدمها وين؟ بالريتريتمنت كيسز. اذا اردت تشيل الجتا بيركا فتستخدم ذن السولفنت حتى تشيل الجتا بيركا. يصير chemically dissolving of the جتا بيركا. فالcomposition of جتا بيركا كون عندنا اولا 20% هي جتا بيركا. most of it of the cones of the gutta percha هي عبارة عن zinc oxide 60-75%. وعندنا 5-10% consist of various resin waxes and metal sulfate عن مود تصير واضحة بالX-ray تصير radio-opic. الانتيسبتيك gutta percha هي نوع من أنواع الجتا بيركا.
يكون بها antimicrobial agent. Antimicrobial agents as chlorhexidine and calcium hydroxide may be seen. في حالة إنه نريد نحصل على antiseptic gutta-percha فنضيف لها بين المواد اللي هي chlorhexidine وcalcium hydroxide ويل gutta-percha حتى يكون long effect antimicrobial in the canal. Sterilization of gutta-percha can be done by using sodium hypochlorite, not by heat. إذا أنت gutta-percha سويت master cone check وخذت X-ray تمام بنشتغل عنده؟ نعم. اشتغلت؟ وين وصلت؟ كملت لي وبعدين؟ وعدنا بعد اليوم اكتشن. كملت اكتشن؟ الخطوة أول شيء checking master cone تمام؟ شو فيها fit to the working length and بيها تكبر تمام؟ شو الفائدة التكبر؟ هذا بالنسبة للمتيشن. لا أنا بالأكتشن. هي ترى شرح لنا ترى شرح على الخطوات تمام. فالاوبشن من تصير عندك تكبر بمعنى انه 2 to 3 مليمتر او بيتفرك اذا ستيك ان ذا كانال فذاك راح يصير عندك سيلينج بهاي المنطقه. تكمل بلا زحمه. يعني صار الكون الاول. نعم هذه الاول الكتبات اللي مفوتها هذه هيش تكون الماستر كون. اي اللي وراها. بس ايش يعني احنا ورا ما نسوي الاكسس اوبن للبار نسحب الباب وبعدين نسوي الباب للبار. انتم محاضرات صف رابع تذكروها؟ اي لا صفات. مو انتم لازم تراجعوها ترى هي ما هذا الشيء افتح اليوتيوب وشوفه يعني ما اعتقد صعبه يعني مو يعني اليوتيوب عادي افتحها وشوف اي معلومات قبل ما تروح للعياده مثلا عندك خطوات انسومنتيشن شو فيها باليوتيوب اوبشن شو فيها باليوتيوب يعني ما مو صعب هسه ترى العلم ترى كله سيلف ليرنينج يعني انت تعلم روحك ما تحتاج انه واحد يعلمك. فشنو سؤالك كان؟ على باقي الكونات يعني قصدك؟ فهاي الماستر كون هي اسمها ماستر يعني الرئيسية اللي تكون أعرض واحدة. فور وركينج لينث وبها فور وركينج لينث هاي 2 تو 3 ملم ما راح تدخل وياها اكسسوري فلذلك أنا أحتاجها إنه تكون قوية تكبر يعني من تدخل بالمكان بعد ما تطلع بسهولة يعني تحس بيها ريزيستنس فور ريموفال تمام؟ لأنه هاي 2 3 ملم الأخيرة راح تكون وحدها هاي الكون تمام؟ بينما باقي الكنال اللي أنت وسعته بالستيب باك راح تمليه بالاكسسوري فمضطر انه لازم يكون عندك تكباك يعني مو بس توصل فورورد ليت لازم بيها تكباك. اذا ما بيها تكباك شو تسوي؟ قص منها. قص منها ليش اقص منها؟ نرجع لصفة التيبر اللي شرحت لكم عليها لانه انت كل ما تمشي التيبر يزداد فالديميتر يزداد فانت موسع الكنال الى حجم معين احتمال انت يجوز صار زياده بالتوسيع مالتك تمام. ترى هاي الفايلات مو ستاندرايز تمام 100% الشركات مطين بيها بعض الفروقات حتى الجيتا بيركي اللي تطلعها من الباكيت واحدة عن الثانية مرات تفرق بنسب معينة 5% يمكن تمام. فالفايل نفس الشيء فانت يجوز فايل تشتغل بيه يجوز هو وسعها شوية أكثر من اللازم فانت تعتمد كلها على التكتايل سنسيشن والورك لينث. فإذا وصلت في الورك لينث وما بيها تكبر تسحبها سهولة شو تسوي؟ بس خلي كلمة فتسحبها تقصها نص مللي وتنزلها. ليش تقصيتها؟ حتى تكبر الدايميتر مالتها اللي ما تقدر ترجعها حتى تحصل انه تصير فت على الدايميتر. فمن ترجعها هم ما بيها لوس ايضا طلعها وتقص منها نص مللي وترجعها تمام؟ ها؟ اذا خلصت معناها انت مسوي سايز كبير تمام؟ فتجيب جتبركة أكبر. لأن الدكتور عمي لا يجيب أكبر. ممكن إذا كانت عندك كلش لوز وتقصقص من عندها فراس نجيب أكبر. أو مثلا جبت واحدة وقصيتها وصارت بعد ما تدخل في الوردينث. تقدر تكبر السايز مال ماستر. مثلا عندك أنت مسوي سايز لا هي جتبركة 30 ترحم عليها ولا 35. لا تشلع قلبك فتجيب مثلا ماستر كون مالتك 30 او الماستر ابيكال فايل الفايل سويته 30 وتجيب جتبركة 30 كلش لوز 35 ما تدخل فتسوي تجيب ال 35 وتسوي على كيفك
يصير الماستر مالتك 35، جيب جيت بيرك 35 تقعد عندك. المهم هي مسألة مانيبيوليشن، هي مانيبيوليشن. دينتس لازم يكون كلبر يعني هاي شغلة. فمانيبيوليشن أهم شيء. عندك تو كرايتيريا تحصلها بالأوبشريشن، فول ورك ليف تحط استفر على الجيت بيرك، يعني الجيت بيرك تحط عليه استفر، لا تشكلها من جهة الناعمة، الجهة الكولر كودد تدخل الاستفر تمام، وتقعدها فول ورك ليف وياها تكبر. إذا حصل فور ليف ما بيها تكبار طلعها قص من عندها وعدل الستوبر على الورك ليف ورجعها مكانها فور ورك ليف وتكبار، لأن الشغلتين حصل. إذا حصلت تأخذ الإكس راي اللي هو الماستر كون، الماستر كون تشوفه عاد إنه تأكد لك إنه الجتا بيركا واصلة فور ورك ليف والتكبار تتعرف. بعدين تبدأ عملية الأوبشريشن، تعقم الجتا بيركا مثل ما قلت لكم، تعقم بالصوديوم هايبوكلورايد، ما تعقم بالهيت او بالكحول على اقل شيء. وراها تسوي الاريجيشن مالتك، الفاينل اريجيشن بالصوديوم هايبوكلورايد والدراينس مالتك بالبيبر بوينت، وتحضر السيلر مالتك، تدخل السيلر مالتك بالفايل، جيب فايل الماستر كونج قد مالتك ماستر ابيكال فايل 30 35، شيل السيلر دخله داخل الكنال، تفر الفايل بالعكس، يقوم يسوي لك دفع للسيلر بدل ما يطلع لك سحب وعقارب الساعة، فر عكس عقارب الساعة، فيقدر ينشر السيلر على الوالت تمام؟ طلع الفاير تمسحها من السيلر تخليها صفحة، تجيب الكون الماستر كون اللي هو جاي كتب الاكس راي مو غيرها، يعني ما تقصيتها لازم نفسها اللي عقبتها بالصوديوم هايبوكلورايد، وتخلي السيلر بيها على طولها وتقعدها مكان تمام؟ بعدين تبدأ عملية السبريدينج. السبريدينج راح يكون الباقي السبيس مو ال 2 3 ملم اللي تشتك باك خلص بيه، فباقي السبيس يبقى عريض فلازم تخلي بيه كونر. فتبدي سبريدينج، سبريدينج طبعا مالتك ابيكال بريشر، بعدين درجة 180 فور السبريدر هيش على كيفك الى ان يطلع من مكانه. تختار جهة معينة من الجتابيركا، نفس الجهة باكال لينجوال او ميجال او ديستال، تدخل منها السبريدر نفس الجهة تظل تدخل من عندها، مو كل ساعة من جهة. تفهموني شلون طلع؟ حتى هو اسمها شو اسمها التكنيك هاي؟ شو اسمها التكنيك؟ ما كونديسيشن هاي؟ ما لابتشريشن؟ لا كونديسيشن شنو؟ لاترال؟ يعني لاترال يعني تدفعها على جهة معينة، كونديسيشن وتكنيك هي هاي، فلاترال كونديسيشن تكنيك بمعنى أنه تدفع الجتبك على صفحة من داخل السيلر تدفعها على صفحة حتى تسوي سبيس للأكسسيري. طلعت السيلر، جيب الاكسسوري تف مالتها السيلر شويه وتدخلها بنفس المكان مال السبريدر، وتجيب السبريدر ايضا تدفعها على صفحه، وهكذا واحده ورا ثانيه الى ان ينسد عندك الستريس. هاي يسموها الكولد لاترال كونديسيشن تكنيك، اكو هات كونديسيشن تكنيك واكو واي تكنيك، كانت تحكيها الاسبوع الجاي. فمثل ما قلت لكم تعقيم الجتا بيركا ضروري قبل الاوبشريشن والصوديوم هايبوكلورايد او The pressure applied during root canal filling procedure does not compress gutta percha, but rather compact the gutta percha. اللي هو يسمونها lateral condensation technique. ما يسوي لك شو اسمه compress the gutta percha، بس يسوي لك compaction the gutta percha. To obtain a more three-dimensional complete fill of the root canal system. After heat، لأنه أنت تقدر تخلي طبعاً هواي تجيني حالات بال بالعيادة سينجل كون، أطباء سينجل كون يخلي سينجل كون لا لا سينجل كون وسبيس منه ومنه، زين يعني تبي تباع بالإكس راي تشوف أكو سبيس ما بين الجتا بيركا ما بين الديتانا رول، هذا خطأ لأنه السيلر يصير بيشرينكج ويموع سوليبل الليكج تمام، ليكج من الكورونا وليكج من الأبيكال تمام. فالمفروض الجتا بيركا تسد لك معظم السبيس مال 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 كنال، فلا تعتمد على السيلر بصورة كاملة، فأقل شيء تستخدم اللاترال كونديسيشن تكنيك. After heating while cooling there is a slight shrinkage of approximately 1-2% when جتا بيركا has solidified، وهاي واحدة من الأسباب اللي نستخدم بها السيلر، لأنه وراء الهيتينج ممكن إنه الجتا بيركا يصير بها شرنكج. دائما من قص الجتا بيركا وهي حاميه اجيب انسترومنت بلجر واضغط عليه حتى شنو امنع هاي مساله الشرينكج، ما
من تضل ضاغط على الجيتافيركت راح تاخذ الشكل المطلوب اذا هي حاره تمام. فحتى لا يصير بها هذا الشيء تقلل مساله الشرينكج دائما حاول تسوي بريشر على الجيتافيركت اثناء الحراره او بعد الحراره. دكتور شو بتنسوي الحراره من تقصها؟ من تقصها ادفع اي من تقصها لازم تجيب بلاجر وتضغط عليها تضل ضاغط عليها شويه حتى شنو يصير بها كومبرس وتاخذ الشكل او الفوليوم المناسب مالها لان هي بها صفه شرينك اثناء الكولنج. الجيتافيركت cannot be used alone as a filling material. It lacks the adherent properties necessary to seal to the root canal space. مثل ما قلنا من واجبات السيلر adhesion of جيتافيركت to the canal wall. Therefore, a sealer is always needed for the final seal. Gutta-percha cones are available in tapers matching the larger tapered rotary instrument. فالجيتافيركت تيجي عدة تيبرات موجودة. طبعاً الـ 0.2 الستاندرد مالتنا تمام؟ الـ 0.4 والـ 0.6 هاي الـ الروتري انسترومنت الحديثة اللي استخدم الجيتافيركت خاصة مالتنا. طبعاً دني الـ 0.4 والـ 0.6 ما نقدر نسوي lateral condensation technique. فيا اما نستخدم single cone with a qualified sealer اللي هو البايوسيراميك او نستخدم التقنيات اللي راح نحكيها مع الابتريشن اللي هو thermoplastic techniques. الادفانتج اوف جيتافيركا يعني انا اسئلتي هيش تجي مال اسئل ادفانتج مال جيتافيركا عدد لي اياها زين ادفانتج مال ديجيتال اكس راي عدد لي اياها المولز اوف انتيريور بكتيريا زين حدد لي اياها المولز اوف سبريد اوف بكتيريا ان ذا بودي تحكي لي اياها بروبرتيز اوف ايديال سيلر تعدد لي اياها يعني مو فد شيء صعب يعني حتى تخافون من عندها الاسئله أريد واحد يعني جواب يعني كلمات زين خافين لو لا ها خافين لو خافين من شنو خافين من الأسئلة قالك جرب عليك طول يعني جاية إحنا كرام وأنت طالبة جاية تغري العدد الجاي مو 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 نون الرجيك ما تسوي حساسيه انتي بكتيريال واعترض عليها طبعا هي مو انتي بكتيريال العلم الحديث اللي قال انه البكتيريا تاكل الجيتافيركت تتغذى عليه تمام نون ستينينج تو ذا دنتين ما تسوي لك ستينينج وراديو اوبيك بالاكس راي كومباكتبل تقدر تسوي لها كومباكشن وسوفت باي سوفتنج باي هيت وسوفتنج باي اورجانيك سولفنت ديس ادفانتج لاك اوف ريجيديتي ما عندها ريجيديتي كافيه اللي ممكن تعطيها الستركتشر المناسب حتى تقدر تدخلها بسهوله نو ادهيرنس تو دنتي ما عندها ادهيرنس نو كومبليت ادابتيشن تو نارو ايريز قلت لكم هاي السيلر نعتمد عليه عندنا الريزيلون ات از ا ثيرمو بلاستيك ساينثيتك بوليمر بيز روت كانال فيلينج ماتيريال ات از ديفلوبد تو كرييت ان ادهيزيف بوند between the solid core material and the sealer حتى نحصل فد بلوك مثل ما واضحنا بالصور ما بين الدينتين والسيلر والجيتافيركا او عفوا الكون الريزيلون فنضطر انه نصنعها من بوليمر معين حتى يصير اديجن ما بين السيلر وما بين البوليمر الريزيلون can be supplied in the same iso size اللي هي 0.2 والسايزز الاخرى and shapes as جيتافيركت when manufactured in cones resilon flexibility is similar to that of جيتافيركت resilon contain bioactive glass and radio opaque filler اللي هو بزمارك اوكسيكلورايد and barium sulfate with filler content approximately 65% هاي حتى يعطيها صفه الراديو اوباسيتي
It can be softened with heat or dissolved with solvents such as chloroform. فهي هاي الريزيلون ممكن تفيدنا انه نحصل مونوبلوك سيمي ريجيد سيمي ريجيد او مونوبلوك ويا الدنتانوكيوبيوز. طبعا السيلر مالتها خاص اللي قلت لكم عليه الايبيفاني فتستخدمه ويا الريزيلون سيلر. عندنا هسه السولت تايبس ماتيريال فور اوبتريشن اوف روت كانال هاي يستخدموها قديمه كانت هسه كلها جيتا بيركا وريزيلون. سابقا يستخدمون سيلفر كون تشوفون الراديو اوباسيتي مالته كلش عاليه مقارنه بالكيتابيرك تمام وكانوا يستخدمون فيتاليوم كون زي ما السمي رجد ماتيريال مثل السيلفر كون which are not used now they are flexible and full narrow curved root canal بسهوله لانه هي مثل المعدن فتاخذ شكل الكنال او النارو كنال بس المشكله بيها انه يصير فيها كروجين and they are cytotoxic في حالة انه contact with the tissue fluid or saliva they corrode the corrosion product are cytotoxic. عند الفيتاليوم كون which are inflexible and were used as endodontic implant. طبعا هنا اذا تشوفون طبعا هذا التوث نشوف عندنا صورة انها هاي واضحة هذا التوث موجود عندك الفيتاليوم كونز هاي هذا التوث اذا تشوف البون سبورت مالته كلش قليل فاذا سواله عنده هو اوريدي البون سبورت مالته كلش قليل يعني هذا الروت مال التوث اليمين هذا الروت صاير به مشكله فيدخل كون تدخل للبون يسموه اندودونتيك امبلانت تمام الامبلانت العادي شايفينه ماخذين عليه محاضرات الامبلانت العادي بالبون يدخل بون دينتشلس يدخل امبلانت ويسوي عليه البروسيسس او التوث فحتى يثبت هذا التوث طبعا شنو فائده انه يثبت هذا الروت الباقي او هذا الستراكشر الفائده انه الكونتاكت ما بين البريودنشيوم والدنتين سيمنتوم ناتشرال تمام مو مثل الامبلانت العادي الامبلانت العادي حديد او تيتانيوم مغطى ب بايو اكتيف لاير فممكن انه يصير يعني ريجكشن او امبلانتايتس تمام هذا هنا ناتشرال هو هذا ستراكشر ناتشرال بس شلون المشكله شلون يثبت شلون يدخل الهاك انه يدخله داخل البون حتى يثبت هذا الستراكشر لانه هو هذا ستراكشر ويك بس الادفانتج مالته انه ب ناتشرال كونكشن ما بين البريودنشيوم ما بين يعني فضلت مكالمه دكتور ما تصير عندك مشكله ايوه طلع مو حذرونا من انه اي تمام طلع مو تحذرونا من انه نعبر الابكس تمام مو تحذرونا انه نعبر الابكس صحيح بس مو هذا امبلانت هذا مو بس اوبتريشن مال الاندو هذا هو امبلانت هو اوبتريشن هو امبلانت دكتور هذا ما يهم بالكير نعم ما يهم بالكير بس هذا تلاحظه موجود بس بالانتيريور فوش ملاحظه يعني لا المحاضرة الجاية إن شاء الله على obturation system objective of canal obturation criteria for canal obturation وباقي المواضيع أكو سؤال؟ شكرا أكو سؤال؟